وبدل المقلب مقلبين. خلينا نشوف هالدرب سوا. من جديد بونسوار بحلقة جديدة من برنامج شو هالحكي. ضيوفي لهالحلقة فنانين مغتربين. الأول الفنان الأستاذ باسم ربيع. أهلا وسهلا فيك باسم. أهلا وسهلا فيك. أنا طبعا بشكرك وبشكر تلفزيون لبنان لهالمقابلة الحلوة معكم اليوم. مرسي باسم. والفنان الثاني ضيفي هو الأستاذ شوشيتو اللي واصل جديد من المكسيك كمان. أهلا وسهلا فيك أستاذ شوشيتو. أهلا وسهلا فيك. مرسي. هلا باسم، كنا منعرف أو الجمهور اللبناني كله بيعرف أنه صار لك حوالي 4 سنين غايب عن الساحة اللبنانية، يعني 4 سنين متواصلة. وصار لك جمعة هلأ واصل على لبنان، مزبوط؟ طبعا انا كل وقتي يعني مكرس برا، لان جمهور لبنان طبعا بقلبي عم بلاقيه برا طبعا بالخارج مع الجاليات اللبنانيه، بس طبعا كل شغلي بيكون بين تونس، بين مصر، بين سويسرا، بين باريس، بين لندن. بس ان شاء الله بوعد الجمهور اللبناني انه هلا بهالايام محضر له كاسات كثير حلو جديد ان شاء الله عم ينزل على الاسواق بعد شهرين، وان شاء الله يكون مفاجاه للجمهور اللبناني. استاذ شوشيتو اهلا وسهلا فيك بلبنان. اهلا وسهلا فيكي. مثل ما بعرف استاذ شوشيتو انه استاذ باسم 4 سنين، حضرتك صار لك حوالي 20 سنة غايب عن الساحه اللبنانيه. مزبوطه. يا ريت تخبرني شوي عن حفلاتك برا. يعني حفلتي كانت كثير ناجحه كثير، واقبال شديد يعني على حفلتي كانت. والحمد لله توفقنا وعملنا نشاطات كثير عظيمه. طيب استاذ شوشيتو، انا اللي بعرفه انه الفنان اللي بيبقى عايش بالغرب بيستعمل الالات الغربيه، ما بيستعمل الالات الشرقيه. انا اليوم بتفاجئ فيك حامل عود بدل جيتار، شو السبب؟ السبب بسيط جدا، يعني السبب انه جيت من الجيتار من المكسيك على لبنان، من لبنان عملت له دوبلاج وصار عود. صار عود مثل ما انك شايفه. حلو كتير، حلو كتير. اهلا. طيب باسم، في شغله هلا يمكن الجمهور اللبناني بعد مش سامعك عم بتغني لايف قدامه، يمكن سامعك على الكاسيت، يا ريت هلا بتسمعني شي مقطع من اغانيك. اوكي. اسمع، اسال علي لا اسال عليك، من الشريط القديم طبعا. اوكي. اسأل علي لا اسأل عليك، ارحم عيني وحياة عينيك. اسأل علي لا اسأل عليك، ارحم عيني وحياة عينيك. يلي جرحتي قلبي بإيديك. اسأل علي لا اسأل عليك، اسأل علي لا اسأل عليك. اسأل علي لا اسأل، اسأل علي لا اسأل عليك. ارحم عيني وحياة عينيك. اسأل علي لا اسأل عليك، ارحم عيني وحياة عينيك. يلي جرحتي قلبي بإيديك. اسأل علي لا اسأل عليك. حبك عذبني من أول يوم، حبك عذبني من أول يوم، خلاني احتار ما دوقش النوم. وانت يا غالي حسيت بحالي ومدار عليا لحد اليوم. اسأل عليا لا اسأل عليك. طبعا هذا من شريط الالبوم القديم
سهم الهوى. بس ما بعرف اليوم وليد شو بي يعني عبي. اوكي. شفته ماشي معك مزبوط؟ لا موسي أثر بميل وانت صوتك بميل. لا افتكرت يعني مقصودة ولا لا خليه يضل عايز. سوري بس الأورجانيست يمكن صديقك وانت اللي جايبه مش ايه اكيد ايه بس يعني عم تفاجئ يعني لان الوتر عم بروح بجهة وانا عم بغني بجهة. طيب لا منغني عنواني كي طيب غنية تانية من الألوان القديمة. لا اكيد ايه اكيد ما فينا ناخد استاذ ربيع لانه كتير طالع الموسيقى لبرا. عنوانك ايه حيرتيني 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 اديني النمرة ورسيني رسيني رسيني عنوانك ايه حيرتيني 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 اديني النمرة ورسيني رسيني رسيني أرجوكي بلاش تلعبي بيا وقولي لي النمرة الحقيقية. لحظة شوي. ايه استاذ ربيع؟ طبعا انت عم تطلع الموسيقى وال هذا مش قادر افهمه انا ما بعرف شو اللي عم بيصير يعني مع انه متمرنين قبل اكيد وليد اصلا بيشتغل معي يعني برا مش اول مرة بيشتغل. بس لا الكهرباء هي عم تأثر مشان أرجوك بلاش تلعبي بيا وقوليلي النمرة الحقيقية يا حلوة كتير بتوعديني وبجد بجد شغلتيني عنوانك ايه حيرتيني 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 اديني النمرة ورسيني يا وليد يا وليد طبعا بليز لانه هيك الغنية يعني تشوهت بطريقة غير مش ما بعرف بس بعتقد انه الكهرباء ما بتأثر على الأورج يعني. عنوانك ايه حيرتيني 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 اديني النمرة ورسيني رسيني رسيني أرجوكي بلاش تلعبي بيا. ما أنا نايم يا خيي تقبرني أنا بشتغل طول النهار حبيبي بدي نايم اتركوني نايم نص ساعة شوفي ما تصوري تقبرني حبيبي. حضرتك هون البنية يعني؟ هون جارة خيي أنا عندي عندي تعمتي. طيب سوري بس ما شايف عندي تصوير يعني معلش بس مرق لي بس معلش نص ساعة شو بدي ما بدي نام علي 10 دقايق 10 دقايق معلش لو سمحت معلش تاخذنا تقبرني بس نص ساعة معلش بس نص ساعة بس لأنه عندي تصوير تلفزيون وإن شاء الله صوروا على السكت يا خيي طيب اللي صور بيوعى الناس أنا بس أنا نص ساعة بس معلش حطوا ياخذونا يا شباب ميرسي كلك زول. أستاذ شوشيتو يا ريت من أو كلنا حابين نسمع منك شي مقطع. والله الحقيقة يعني اليوم ما قدران انه سمعكم. ما قدران تسمعنا؟ ايه لانه اليوم انا جيت صبح بالطيارة وحطني خبر انه عندي مقابلة بقى جيت تعبان سفر ما قدران يعني اليوم. طيب استاذ شوشيتو بدي افهم انه جاي وتعبان بس ليه جاي بالعود معك مثلا اذا ما قادر تغني؟ جاي بالعود معي لانه ما بفرقني العود. يعني ما بس نام العود بضل كيف هلا حامله هيك بده يضل هيك بعدين عين الحسود فيها عود. إن كنت حبيبي
ساعدني كي أرحل عن إن كنت طبيبي ساعدني كي أشفى من خلي ما راح نقتنع يا حبيب قلبي ما راح نقتنع يا حبيبي عندي بورق انت يا حبيبي عندي بالشايف عنده سبق بكره الصبح بدنا مين شيء انت حبيبي انا اخذت البيت هون عند ابو فوزي مين ابو فوزي حبيبي ما بتعرفه يا تقبرني حبيبي عندي مثل شايف بروفا وعندي مقابلة تلفزيون انا بدو على السبق قبل الطاولة يا حبيبي كلها نص ساعة اسهر نص ساعة ما عادش فيك تسهر نص ساعة يعني اليوم شو الساعة 6 كيف 6 الساعة 5 و 10 طيب شو بدنا نعمل بكير حدا بينام الساعة 6 ما بفهم حدا بينام من الساعة 6 شو بك عم تطلع انت؟ عنا من الساعة انت جاي في عم بدنا عندي ضيوف يعني شو هالحركات اللي عم تعملها هي؟ لو سمحت هذا مخ مش بطيخ اوكي يعني لك نص ساعة ونخلص كل هالمواضيع ما بدي اسمع والله صوت اذا بتريد يا حبيبي عندي بعد ما بتعرفني انا ولك اوكي حبيبي حبيبي قلبي نص ساعة وهلا بنخلص كل شيء هي مثل ما شايف تلفزيون يعني مش عاملين نلعب نحن لك شو استك ولا صار لنا ساعتين عم نحكي ومالنا يا عم مني لك انا ضيوف شو استك ولا عم صور تلفزيون ما تطلع يا عم استحي دمك شوي بعد ما فايت هون شو استك انا كرامتك بدي ارجع نزل هم ايدك يا ولك وين يا عم يا وليد قوم لك شوف شو استك بدي نام صار طلع على ترم نفسك شو فايت تعمل هون بهالاشياء هي في معنا مطرب جاي من المكسيك والفنان استاذ باسم ربيع هذا مطرب هذا مطرب انا بتعيش وتاكل غيرها وصحتك بتهيني انه هذا بروجرامنا بتعيش وتاكل غيرها شوف حالك نحن وحتى اتفقنا مع الاورجانيزم ما يدق لك مزبوط هيدي اللعبه كيف هو اكيد شطور بتعيش وتاكل غيرها بس هيدي انا اللي عيش وتاكل غيرها بتعيش وتاكل غيرها لا لا انا بقول هالاورجانيزم بكره بدي ارجع مكسيك انا بضل وزعج شو شفته ما عليه مكتوب شو ربيع الفنانين ولا ما بعرف اوكي سوري شبهتونا الاغاني ما بعرف ان شاء الله تكون هالحلقه نالت اعجاب المشاهدين